حسان يغفر بها ذنبي بالصوم والقرآن يا رب أجر دربي وسعة الإفطار يسعد بها قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين وأرحم الراحمين، والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر عتقاء من النار، اللهم اجعلنا ووالدينا في هذه الليلة من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في قبس الأنوار في سيرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأكارم، هذه الليلة إن شاء الله نتحدث عن مولده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان انتهى بنا الكلام إلى حادثة الفيل وما قيض الله عز وجل من نصره لبيته وحمايته له، وأن الله رد أبرهة ذليلا هو ومن جاء معه. وكانت هذه الحادثة قبل مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزهاء الشهرين، لكن لابد من الإشارة إلى أن والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عبد المطلب، وهو قلنا أنه الذبيح الثاني بعد إسماعيل عليه السلام، كان شاباً عمره 25 سنة تقريباً، وتزوج أمه اسمها فاطمة بنت عمرو من بني مخزوم، وهم من أشراف قريش، وكان من أحب أبناء عبد المطلب إليه وأحرصهم عليه، ولذلك اختار لابنه امرأة صالحة اسمها آمنة بنت وهب ابن عبد مناف من بني زهرة، وهذه هي من أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمنة بنت وهب. فحملت منه وكانوا صغارا في السن، يعني عبد الله كان عمره 25 وكذلك أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرسل عبد المطلب أرسل ابنه عبد الله إلى المدينة أو إلى الشام يتاجر كعادة أهل مكة، وأثناء ذهابه مرض وتوفي في الطريق، وهذه الأوقات ولد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه لم يرى أباه ووالده لم يره. فهذا اليتيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتيم الأب بادئ الأمر. بلغ الأمر إلى أمه أن زوجها قد توفي، وحزنت عليه حزنا عظيما لأنه كان نعم الزوج، وقالت: عفا جانب البطحاء، تعني بطحاء مكة، من ابن هاشم، وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم، فإن عشية راحوا يحملون سريره، تعاوزه أصحابه في التزاحم، فإن تلك غالته المنايا وريها فقد كان معطاء كثير التراحم. هذا والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معطاء كثير التراحم، وجده عبد المطلب أشهر من نار على علم، لا في جوده ولا في كرمه ولا في رجاحة رأيه. وهذا مهم أن هذا الابن وهو سيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اختار الله له هذه البيئة، ولم يخلف كثير من التركة لابنه، خلف 5 من الجمال وقطعة من الغنم وجارية اسمها بركة وهي أم أيمن، وهذه احفظوا اسمها لأنها سيكون لها شأن فيما سيأتي بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولد سيد المرسلين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم
بشعب بني هاشم في مكة صبيحة يوم الاثنين، قيل 9 و12 من ربيع الأول، في السنة التي كانت فيها حادثة الفيل، وهي توافق بالميلادي عام 571 ميلادي، في شهر أبريل أو قريبا منه ولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر ابن سعد في الطبقات كلاما كثيرا مما روي أثناء ولادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض ما روت أمه عنه، ولكني أعرض عن هذا لأنه تحتاج إلى تحقق في أسانيدها. إنما كان مولده مولد خير وبركة، لما ولدته أمه أرسلته إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده ابن عبد الله، فجاء مستبشرا وأخذ سيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل به داخل الكعبة ودعا الله وشكر له، ثم اختار له هذا الاسم الجميل العظيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالمناسبة هذا الاسم كان قليل عند العرب، ومعناه أنه كثير الخصال التي يحمد عليها فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اسم على مسمى. ولهذا هذا الاسم من أحب الأسماء ومن أفضلها، ومن تيمن بهذا الاسم أجر، يعني من سماه تيمنا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر. وعلى حسب ما أعلم فإن أكثر الأسماء انتشارا في العالم الآن هو اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وختنه يوم 7 وقيل ولد مختونا، خلاف بين أهل السير، لكن المهم أنه ولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في تلك السنة وأرضعته ثويبة مولاة لأبي لهب، وقد كانت أرضعت حمزة بن عبد المطلب اللي هو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أخ له من الرضاعة. وبعد ولادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من عادة حاضرة أهل مكة أنهم يسترضعون لأبنائهم من البادية، يعني يرون له مرضعة فترضعه فيكون في البادية حتى وقت الفطام 2 أو 3 سنين. قالوا لأنه إذا عاش في البادية كان هذا أصح لبدنه وأقوم للسانه في اللغة العربية وأقوى له في شخصيته، وكان هذا عرفا عند حاضرة أهل مكة أنهم يبحثون عن مرضعة، وكنا نساء البادية يقدمن إلى مكة ويبحثن عن طفل ليرضعنه ويكون هذا سبب في حصول المال إليهن. قدم نسوة من بني سعد إلى مكة للبحث عن هؤلاء الأطفال لإرضاعهم، وخرجت أم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبحث لرضيعها عن مرضعة، وكان هؤلاء إذا أتوا ينظرون أول ما ينظرون إلى أهل الطفل، إذا كانوا أثرياء وميسرون الحال ميسورين الحال أخذوا هذا الطفل وتسابقوا عليه لأنه سيكون يعني مردوده جيد، فإذا كان الطفل أهله فقراء أو يتيم فمن باب أولى ألا يلتفت إليه أحد، فكانوا يرون معه أمه فقط فعلموا أنه يتيم. كان من ضمن النسوة اللاتي أتين حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد، وزوجها الحارث بن عبد العزة، وكان لها أبناء وبنات، وأتت تبحث عن طفل. تقول واسمعوا من كلامها أفضل. أهل السير قد أورد هذا النص أورده ابن هشام، وكل من ألف في السيرة إذا جاء عند هذا الموضع
نقل الحديث إلى المرضعة لتتحدث هي. تقول حليمة السعدية، تقول: خرجت من بلدي ومعي زوجي وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا. قالت: فخرجنا على إيتان، أنثى الحمار جلكم الله، تقول: إيتان لنا قمراء، معنا شارف لنا، معهم غنم. تقول: والله ما تبض بقطرة، تقول: ما في ضرعها شيء من المجاعة والقحط الموجود في الأرض، لأن الحلال إذا لقى مرعى در، وإذا لم يجد شيء لا يكون هذا الحليب. قالت: ما ننام ليلنا من بكاء صبينا لأننا لا نجد له. تقول: أنا ما عندي حتى حليب، بس نلهي هذا الطفل الذي ما يجعلنا ننام. تقول: ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. تقول: فخرجنا، فحتى قدمنا إلى مكة نلتمس الرضعاء. قالت: فما منا امرأة إلا وعرض لها هذا الطفل، تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكن النساء يتركنه، وكنت أنا ممن تركته لكونه يتيما. قالت: وما عسى أن نصنع بيتيم. قالت: فلما أردنا الرجوع إلى بني سعد كن النساء كل واحدة وجدت لها طفل. تقول: أنا ما وجدت. قالت: فكرهت أن أعود بدون شيء، ولم يبق إلا هذا الطفل اليتيم. قالت: فقالت لزوجها: لا أحب أن أرجع مع نساء بني سعد بلا طفل، وسأخذ هذا اليتيم لعل يكون فيه خير. فقال لها زوجها: لا عليك، افعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. يا إخوة، ربما تسعى أحيانا في مصلحة لك أو أمر أو مشروع، فترى أن الأبواب قد أغلقت أو تعسر عليك. ربما الخير، كل الخير في هذا الباب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تستعجل في الحكم على الأشياء، ولا تقنط ولا تيأس من رحمة الله وعطايا الله وفضائله. ما معنى أن يرزقك من حيث لا تحتسب؟ يعني يأتيك الرزق من باب أنت لم يخطر في بالك أن هذا الباب هو رزقك، أو أن هذا الباب هو فرجك، أو أن هذا الباب هو شفاؤك، بل أو أن هذا الباب هو هدايتك للطاعة والعمل الصالح، ما تعلم. وحتى يقال: لو كشف لنا الغيب لما اخترنا إلا ما اختاره الله لنا. لكن هذه المسألة تحتاج إلى إيمان عميق في القلب بالله جل جلاله. وأقول: قصة حليمة السعدية، هذه المرضعة مع هذا اليتيم، هي من تلك الصور التي تجلت فيها هذه الحكمة، وأن الإنسان لا يكره ما رضي الله له. لاحظوا أن هذه المرأة وزوجها بذلوا السبب، يعني أتوا رغم الفقر والعوز اللي عندهم، وداروا على الرضعاء، كل يعني يرجون السبب، وفي النهاية شاء الله عز وجل ألا يكون لهم إلا هذا الرضيع. ولكن الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. واجعل من دعائك لنفسك: اللهم املأ قلبي رضا بما تكتب لي، اللهم املأ قلبي رضا بما تكتب لي، فإنك إن رضيت بما كتب الله لك هذا تمام الرضا. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الله مقامهم قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا ويرضينا في الدنيا والآخرة. وإن من الناس اليوم يا أحبابي
من امتلأ قلبه رضا بما كتب الله له من الطاعات ومن الأعمال الصالحة. وهذا من أعظم النعمة، لأن قلبك إذا لم يشتغل بشكر الله على نعمه تفرق همك وجعل فقرك بين عينيك. على كل حال، علامة هذا الكلام كله، حليمة السعدية ستخبرنا ما الذي حدث لها ولهذا الرضيع الذي معها. هذا هو حديثنا إن شاء الله في درسنا القادم. نلقاكم على خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.